الأحباء، أهلا بكم في عالم مسلم دول الأطفال. أنا لانا باقي، وهذه هي قصصي الشيقة من مكتبة الياسمين. سأقرأ هذه القصص كلها لكم إن شاء الله، ولكن أنا محتارة بأي قصة سأبدأ. ما رأيكم أن نبدأ بقصة أحلى يوم؟ يا ترى لماذا هو أحلى يوم؟ هل أنتم متشوقون مثلي لتعرفوا لماذا هو أحلى يوم؟ أم نبدأ بقصة ماذا يحصل تحت وسادتي؟ يا ترى ماذا يحدث تحت وسادتهم؟ وسادة وأسنان مفقودة، هل تخيلتم ماذا سيحصل؟ أم نبدأ بقصة إن شاء الله؟ بأي قصة نبدأ؟ ساعدوني بالتعليقات على صفحة مسلم دو، وأنا سأقرأ كل تعليقاتكم وسأختار ما تختارون. هيا تابعونا كل يوم جمعة الساعة 8:15 في برنامج قصص للأطفال على قناة مسلم دو. السلام عليكم.